مثل صحفي قبل ما كانت صحفي. يعني هي بتنقل وبترصد الاحداث الاجتماعيه والسياسيه وبتعكس الفتره اللي عاشوها الناس. ففي كثير اغنيات قبل ما احنا ولدنا كانوا بيحكوا عن زمن تركيا، كانوا يحكوا عن معارك وعن الاحتلالات عنها. لكن عام 1976 قبل 36 عام لما قامت الجماهير العربيه في الداخل في معركه يوم الارض، كان لحنا نقاره، طبعا كان له دور قبل 48، لكن لحنا نقاره دور كبير في معركه إعادة الأراضي أو الدفاع عن الأراضي. فالأغنية الشعبية انعكست من خلالها نصوص تتحدث عن هذا المحامي الرائع المناضل الكبير الشيوعي اللي بهاي الفترة مثل هذا الشهر نحتفل بمئة عام لميلاده لحنا نقارة، هو كمان ابن عكا. فالفنانة الشعبية كمان طيبة الذكر المناضلة رابحة شعبان كان عندها فرقة زمان، فرقة أبناء الكادحين، كانوا غنوا سكابة يدموا على العين، سكابة أخذوا الأرض ظلما واغتصابا. رح نغني سكابة مع الكلمات اللي كتبتها رابحة شعبان بتوصف شو كانت سخنين بهذيك الفترة بمثلث يوم الأرض. بتحيي حنان القمر. Thank you.
الظلمة.